عقد رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية السيد شهاب بهلول ندوة صحفية بفندق رويال بوهران بمناسبة استضافة الولاية لسباق الجائزة الكبرى للسيارات الميكانيكية بعد غياب دام أكثر من 30 سنة. الطبعة الأولى هذه جاءت يعني بعد غياب طويل، بعد غياب حوالي 30 سنة من هذا المسلك التقليدي. اليوم الاتحاد الجزائري للرياضات الميكانيكية مع السلطات الولائية أيضا لولاية وهران ارتأينا أنه من الضروري إعادة بعث هذا النشاط في نفس المسلك التقليدي، واعتقد أن هذا سيكون مكسب رياضي ومكسب سياحي لولاية وهران. هذا السباق الذي سيعرف مشاركة أزيد من 58 متسابق من جميع ربوع الوطن. في هذه الدورة الأولى للسباق سيكون هنالك 58 مشارك، يعني 58 سيارة من مختلف الفئات، 6 فئات سيجمع هذا السباق. أعتقد أنه تكون امرأة واحدة أعتقد. وللتذكير فإن فعاليات السباق ستجرى يوم 29 جويلية من الشهر الجاري عبر مسار مغلق على مستوى طريق واجهة البحر.